في ثالث مواضيع حلقة اليوم نتحدث عن العرض الدعائي الجديد والخاص بالموسم الثاني من واحد من أشهر مسلسلات الفانتازيا واللي تعرض بالوقت الحالي، مسلسل The Witcher الخاص بمنصة نتفليكس. Something has changed, girl. The world's acting strange these days. The North and South at war. سبق وتحدثنا عن الموسم الأول. مسلسل The Witcher هو مسلسل فانتازيا ودراما أمريكي وكذلك بولندي. هذا العمل عرض في موسمه الأول في نهاية عام 2019، وبطبيعة الحال كان من المقرر له أن يعود سنة أو بعد سنة ونصف كحد أقصى، كأي مسلسل آخر يعود سنويا. ولكن هو الآخر يبدو بأن عانى مثل البقية بتوقف تصوير وكذلك تشتت لخطة بسبب فيروس كورونا في الماضي، وبالتالي تعطلت هذه الخطة الخاصة بالعودة كثيرا. Monsters roaming when they should be hibernating. Maybe it's the end of days. Are you willing to sacrifice your life? في السابق وحينما صدر العرض الدعائي الأول عرفنا أن العودة ستكون في ديسمبر من العام الجاري، والآن ومع العرض الدعائي الثاني نشاهد عدد من المشاهد الجديدة، بينما نترقب المشاهدين وبقوة للعودة التي أصبحت أقرب من أي وقت مضى. This continent was meant for no one. None of us will have any peace. Until there are no monsters left in the world. أما عن الأحداث فتستكمل بعد نهاية الموسم الأول، حيث أن شخصيتنا الرئيسية جارلت يأخذ شخصية سيري إلى أكثر الأماكن أماناً في طفولته، مكان يحمل اسم كير مورهن. Your precious leader's after something. You're a pawn to get to it. Rebuild our forces. Strengthen our numbers. كذلك باعتقاده بأن شخصية يينيفر قد ماتت في الحرب الأخيرة في الموسم الماضي، يحاول جارلت أن يحمي شخصية سيري بنفسه من المخاطر التي تحيط فيها من حولها، وكذلك أيضا محاولة حمايتها من نفسها والقوة التي تكمن بداخلها. We are an empire. The war's just begun. العرضين الأول وكذلك الثاني للموسم الجديد تعتبر بالنسبة لي أكثر وضوحا بل وأكثر إثارة من الموسم الماضي. أما عن الأسباب فهي مجهولة، هل كان الموسم الأول بميزانية ضعيفة فبالتالي كانت تجربة فيما إذا كان سينال على إعجاب الجماهير، أم أن سبب آخر لا أحد يعرف. ولكن بالنسبة لي شخصيا لم يكن الموسم الأول بالقدر الكافي من الترقب وكذلك الحماس الذي كان لدي حينما تابعته لأول مرة، بل وأعتقد أنني وبعد هذا التوقف الكبير سأقوم بإعادة الموسم الأول من جديد لفهم القصة والجاهزية بعد توقف المسلسل لما يقارب السنتين بالضبط. What you say about that girl's power is true. You can't help her. على كل حال بعد العرض الأول والعرض الثاني يكونون الجماهير مستعدين لعرض الموسم على المنصة بشكل رسمي. المسلسل سيعرض في ديسمبر القادم بموسمه الثاني، ولنا بعد ذلك بعد مشاهدة المسلسل حديث عن موسمه الثاني.